أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الجمع للمسافر إذا وصل إلى بلده وهو متعب؟ هل يجمع الصلاة؟ ما حكم الجمع للمسافر إذا وصل إلى بلده وهو متعب؟ لا لا، ما يجمع جمع تقديم، ما يجمع. أما جمع التأخير إذا دخل وقت الثانية وصل إلى بلده يجمع معها الأولى في بلده. نعم.